رباط الولاية والمودة، الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على رأسك المرفوع يا حسين، لوحة من الأدب الثر وإعصار من أعاصير الوجدان يتدافع متدفقا مستوسقا تارة ومضطربا تارة أخرى. تلك هي عينية الجواهر. آمنت بالحسين، فداء لمثواك من مضجعي، فداء لمثواك من مضجعي. تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان، روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع، وصونا لمجدك من أي يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، فذا إلى الآن لم يشفعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، فذا إلى الآن لم يشفعي. ويا عظة الطامحين العظام، للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف، تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى
تفرى ولم يضرعي، وحيث سنى بكخيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع. تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع، لتبدل جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع. أيا حسين تمثلت يومك في خاطري، تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي. أبا عبد الله تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي تأرم حقدا على الصاعقات، لم تنئ ضيرا ولم تنفعي، ولم تبذر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرعي، ولم تخلي أبراجها في السماء، ولم تأتي أرضا ولم تتقعي، ولم تقطع الشر من جذمه، وغل الضمائر لم تنزعي، ولم تصدم الناس فيما هم عليه من الخلق الأوضع. تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع، تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطمة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصنها شم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. تمثلت يومك في خاطري، تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي.
أبا عبد الله تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجعي وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد الواثق الملجأ الألمعي صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولع يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد الواثق الملجأ الألمعي صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أأروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع وخير بني الأم من هاشم وخير بني الأب من تبع وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأذرع وقد دست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي تقحمت صدري يا حسين وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشعي إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي إلى
أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطعي فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع فداء لمثواك من مضجعي. عينية الجواهر التي أحب أن أصفها دائما بالعصماء التي لا أختلها، الذي حدا بي أن أقرأ هذه القصيدة في هذا المجلس أسئلة عديدة وردتني على إيميل البرنامج الذي كنت أقدمه على شاشة القمر في الأيام الماضية، سؤالك على شاشة القمر، وردتني أسئلة عديدة تطلب مني أن أبين معاني هذه القصيدة. سأحاول أن أشرح مضامين هذه القصيدة بشكل مختصر، بشكل موجز وسريع. في هذه الليلة أتناول شطرا منها، وفي الليلة الآتية أتناول الشطر المتبقي من هذه القصيدة. في البداية لابد أن أشير إلى نقطة مهمة. حينما يشرح شارح قصيدة من القصائد هو لا يعلم بالضبط ماذا يريد الشاعر أن يقول، فالمعنى في قلب الشاعر كما يقولون، ولكن هناك معنى إجمالي يظهر من القصيدة، وهذا الذي سأشير إليه، وربما يدفعني ذلك إلى إضافة بعض المطالب بشكل موجز ربما لا يقصدها الشاعر، وربما يقصد الشاعر شيئا آخر. حادثة طريفة تنقل عن الشاعر أبي نؤاس أنه دخل في يوم من الأيام إلى أحد المساجد فوجد حلقة درس، حلقة درس، رأى شيخا يدرس مجموعة من التلاميذ يدرسهم درسا في البلاغة وفي الأدب، وقد أخذ أبياتا من قصيدة لأبي نؤاس وبدأ يشرح هذه الأبيات، فكان يقول لهم إن أبا نؤاس يقصد هذا المعنى وإن أبا نؤاس لا يقصد ذلك المعنى، وإنما أراد هذا المعنى للسبب الفلاني ولم يرد هذا المعنى للسبب الفلاني. أبو نؤاس جالس بالقرب منهم يستمع، بعد ذلك قام إلى هذا الشيخ قال هذه الأبيات لأبي نؤاس؟ قال نعم. قال أتعرف أبا نؤاس؟ قال لا. قال إذن كيف عرفت أن أبا نؤاس يقصد هذا المعنى ولا يقصد ذلك المعنى؟ فدخل معه هذا الشيخ في جدل، قال لا هو يقصده،
بدليل كذا وكذا، ولا يقصد هذا بدليل كذا وكذا. قال: يا عبد الله، أنا أبو نؤاس، وهذه الأبيات حين قلتها كنت سكرانا لا أدري ما قلت، هذه المعاني التي أنت نسبتها إلي أنا أصلا لا أعرفها، شعر جاء على لساني فقلته. فحينما تشرح القصائد ليس بالضرورة أن الشاعر يريد هذه المعاني، وإنما الشارح يسقط هذه الإسقاطات على القصيدة. أنا هنا لا أريد أن أشرح القصيدة بشكل دقيق وواسع وأشير إلى النكات البلاغية بحسب الإصطلاحات الرسمية المتعارفة بين المختصين، وإنما أبين معناها بشكل مختصر. الكلمات الموجودة في هذه القصيدة معانيها غير واضحة، فأبين المعاني اللغوية للأبيات بشكل مجمل، أشير إلى القصيدة. وفي الحقيقة أحد الدوافع التي تدفعني إلى ذلك حين أستمع إلى الخطباء، إن كان في الحسينيات في الأيام الماضية في السنين الماضية أو الآن من خلال الفضائيات، فحينما يقرؤون القصيدة قطعا لا يقرؤونها بنص كامل كما قرأتها عليكم الآن، هذا هو النص الكامل للقصيدة الذي قرأته، قطعا يأخذون أبيات. حينما يأخذون أبيات، الأبيات غير مرتبة، وهذا يعني أن الخطيب لا يفهم المعاني. لو كان يفهم المعاني لما رتب الأبيات بهذه الطريقة. فلذا سأبين المعاني والمضامين بشكل موجز ومختصر. فداء لمثواك من مضجعي. الكلمات الواضحة لا تحتاج إلى أن أقف عليها لأنها واضحة لديكم وواضحة للذين قد يتابعون هذا الحديث عبر التلفزيون. فداء لمثواك من مضجعي. المثوى هو المكان الذي يثوي إليه الإنسان، ويثوي إليه يعود إليه كي يستقر فيه. يقال فلان ثاوي في هذا المكان، أي مستقر في هذا المكان. والمضجع هو المكان الذي يضطجع فيه الإنسان، هو المكان الذي ينام فيه الإنسان. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع. تنور هنا ليس من النور وإنما من النور، يعني الورود. النور هو الورد، بقرينة البيت الذي يأتي بعده بأعبق. العبق هو الرائحة الطيبة، فالنور ليس له رائحة طيبة. بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي. فهناك عبق وهناك مسك يضوع، فهناك رائحة، فهذه الرائحة لا تأتي من النور وإنما تأتي من النور ومن النوار. في لغة العرب النور هو الورد، والعرب تطلقه على الورد الذي يزهر بشكل طبيعي، لا يأتي زارع فيزرعه. يقال تنورت الأرض، أي أعشبت وخرج فيها الزهر والورد، الورد الطبيعي. وفي الغالب يستعمل في الورد الأبيض، في الورد الأبيض الذي ينبت مع الأعشاب في فصل الربيع. وأما النوار فالنوار الثمار بشكل عام، يقال هذه الشجرة تنورت وخرج نوارها، يعني خرج ثمارها من أكمامها. فداء لمثواك من مضجعي
تنور بالأبلج الأروع. الأبلج في لغة العرب هو صاحب الجبين الواسع المشرق، وهذا الذي يقال له أبلج. ويقال للذي لا تنعقد حاجباه يقال له أبلج. هناك من الناس من تنعقد حواجبهم، تنعقد يعني تلتقي، يلتقي الحاجبان. الذي لا يلتقي حاجباه هو هذا الذي يقال له الأبلج. فصاحب الجبين الواسع المزهر الأبيض الذي لا تنعقد حاجباه يقال له الأبلج. تنور بالأبلج الأروع. وأما الأروع، الأروع من الرائع، والرائع والأروع هو حسن الجسم وحسن الوجه وحسن الشعر، وله مهابة بين الناس وبين قومه. هو هذا الذي يطلق العرب عليه هذا الوصف الأروع. فداء لمثواك من مضجعي. الشاعر هنا، وأنا أقول الشاعر هنا لأن هذا هو قول الشاعر، ليس بالضرورة أن يقصد هذا المعنى بالضبط، ولكن هذا الذي يظهر من التراكيب الأدبية الموجودة في هذه القصيدة. الشاعر هنا يجعل نفسه فداء لهذا المثوى، لهذه الأرض التي نام فيها الحسين، لهذه الأرض التي استقر فيها الحسين. فداء، مقصود الشاعر أنا فداء، أنا أفديك، أنا فداء لهذا المثوى. لماذا؟ لأن هذا المثوى تنور بالأبلج الأروع. فهذا الأبلج الأروع الذي ثوى في هذا المكان جعل هذا المكان مزهرا، جعل هذا المكان موردا. وهنا لا يتحدث عن الأزهار وعن الورود بهذا المعنى الحسي، وإنما يتحدث عن معنى حقيقي للأزهار وللورود. أزهرت حقيقة الورود في هذا المكان حين ثوى فيه هذا الأبلج الأروع. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان. هذه الورود والأزاهير فاحت روائحها وعطورها بأعبق. العبق هو طيب الرائحة. بأعبق من نفحات الجنان روحا، والروح هو ارتياح النفس وارتياح الذات، إما لنسيم عذب قارب ذلك الإنسان، وإما لرائحة طيبة، وإما لطهارة مكان ونظافته، وإما لجمال ولحسن في ذلك المكان أحاط به، مثل ما جاء التعبير في القرآن في سورة الواقعة: روح وريحان. فالروح هو حالة الارتياح الناشئة من روائح ذكية طيبة، من نسيم طيب أحاط بالإنسان. بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي. وأما المسك فهو معروف، المسك في أصله هو الطيب الذي يستخرج من نافجة الغزال. هناك نوع من أنواع الغزلان، وليس كل الغزلان، هناك نوع من أنواع الغزلان
يسمى بغزال المسك. في جانب من بدنه توجد نافجة يمسكون بالغزال وهو حي، يفتحون هذا المكان يخرجون النافجة، وهذه النافجة مشتملة على المسك، هو دم، هو نوع من أنواع الدم، وهي أذكى الروائح قديما، ولربما حتى في زماننا هذا لا توجد رائحة أذكى من رائحة المسك الطبيعي المستخرج من الغزال. ومن مسكها أضوعي، وضاع المسك يعني انتشر في المكان ووصل إلى الخياشيم، وصل إلى الآناف. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي. هذان البيتان يتحدث فيهما الشاعر عن كربلاء، عن الطفوف. ورعيا ليومك يوم الطفوف، هذه رعيا في لغة العرب. أنا لا أريد أن أدخلكم في مسائل النحو وتفاصيل البلاغة، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن أن يتبين المعنى إلا من طرح هذه المسائل. رعيا هذه مفعول مطلق، والمفعول المطلق يمكن أن يحذف الفعل ويقوم مقام الفعل، يعني هذه الجملة هكذا تقدر. وإني أراعي رعيا ليومك يوم الطفوف، فرعيا هنا بمثابة فعل، يعني أراعي، إنني أراعي، عندي رعاية ليومك. ما هي هذه الرعاية؟ ورعيا ليومك يوم الطفوف. أما الطفوف فهو اسم واضح، وهو اسم الغادريات، اسم كربلاء. ورعيا ليومك يوم الطفوف، المراد من الرعاية هو حفظ هذا اليوم. وسقيا لأرضك من مصرعي، سقيا أنني أسقي أرضك ومصرعك سقيا، نفس الشيء، هذا مفعول مطلق. وسقيا لأرضك من مصرعي، المصرع هو المكان الذي يصرع فيه الإنسان، ويصرع الإنسان في مكان يقتل. وهذه واضحة في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يخاطب العترة الطاهرة ويحدثهم أن مصارعهم شتى. ومن خلال هذه الكلمة، فقط من خلال هذه الكلمة، هذه الكلمة وردت في كتبنا وفي كتب المخالفين، من خلال هذه الكلمة نثبت أن زهراء قتلت. هذه الكلمة دلالة واضحة على أن زهراء قتلت، لأن النبي خاطب العترة الطاهرة أن مصارعكم شتى، والزهراء سيدة العترة. مصارع يعني الأماكن التي يقتل فيها الإنسان، مصرع مكان يقتل فيه الإنسان. ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي. وهذه التعابير، سقيا باعتبار أن السقي من علامات الخير للأرض، ولذلك في الأشعار العربية دائما يرد هذا المعنى. أنا لا أريد أن أستشهد بأشعار وأبيات ويطول المقام، موجود بكثرة في الشعر العربي، دائما الشعراء يذكرون مسألة أن الأرض تسقى، إشارة إلى التفاؤل، إشارة إلى الخير. ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس. شعراء يقولون ما لا يفعلون، وإلا يعني هذا المعنى أين والجواري أين في حياتي الواقعية، ولكن الشعراء يقولون ما لا يفعلون.
وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع. أن الحزن هكذا يكون بحبس النفوس، بحبس النفوس يعني بضبطها، بإيقافها على نهجك. في أحد مجالس الفاتحة في دمشق، مجلس فاتحة لعائلة من العوائل، لأسرة من الأسر عندهم ميت، أقاموا له مجلس فاتحة، ويبدو أن الجواهري كانت له صلة بهم، فكان حاضرا في مجلس الفاتحة في دمشق. وصعد الخطيب كما هو متعارف في مجالس الفاتحة يؤتى بخطيب حسيني، والخطيب من دون قصد اقتطع أبياتا من عينية الجواهري، فبعض الجلاس سألوا الجواهري، قالوا له: أنت كتبت فقط هذه القصيدة يتيمة، لماذا لم تثني بقصيدة ثانية؟ قال: هي حالة مرة جاءتني وما تكررت، حالة مرة جاءتني هذه الحالة سيطرت علي. الذين يكتبون الشعر يعرفون هذه القضية، مثل ما كان العرب يسمونه بشيطان الشعر، أن يقولون فلان اعتراه شيطان الشعر، حالة اعترتني وما تكررت هذه الحالة فكتبت هذه القصيدة. وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير. النهج النير، النهج هو الطريق، النهج هو السبيل، ونهج في هذا النهج أي سار فيه. أما النير فهو الواضح الذي لا يحتاج إلى إيضاح، يعني أن الطريق يأخذك بنفسه لا تحتاج إلى علامات، هذا الطريق مضمون، هو هذا النهج النير. على نهجك النير المهيع، والمهيع هو نفس معنى النير، وإنما هنا تأكيد، المهيع هو الواضح، النير هو البين المشرق، وأما المهيع فهو الواضح. وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع، وصونا لمجدك من أي يذال، يذال يهان، وصونا أي وأنني أصون مجدك صونا، أيضا مفعول مطلق هنا، أو يقال له مصدر ينوب مناب الفعل، نفس المعنى. وصونا لمجدك من أي يذال بما أنت تأباه من مبدعي يغلب على ظني، يغلب على ظني، هو يشير إلى الاختلافات التي حدثت آنذاك في النجف وكربلاء والبصرة. القصيدة هذه نظمها الجواهري سنة 1947، وبالضبط في تلك السنين كان هناك صراع داخل الوسط الشيعي بخصوص قضية الشعائر الحسينية، فهناك مجاميع تدافع عن الشعائر الحسينية، هناك مجاميع كانت ترفض الشعائر الحسينية، حتى قسم الناس في النجف وفي كربلاء وفي البصرة إلى حزبين، الحزب العلوي والحزب الأموي، والقصة لها تفصيل أنا الآن لا أريد أن أخوض في التاريخ. والحزب العلوي له مراجعه وله خطباؤه وشعراؤه، والحزب الأموي له مراجعه من كبار المراجع، له مراجعه وخطباؤه، قصة طويلة أنا لا أريد الخوض في هذه القضية، ولكن يبدو لي أنه يشير إلى هذه القضية، فهو من
المجموعة التي تعارض الشعار الحسيني، يبدو هكذا، لأنه هكذا يقول: وصونا لمجدك من أي يذال بما أنت تأباه من مبدعي، باعتبار هذه بدع يقولون عنها، باعتبار هذه بدع مبدعة، وإلا لا معنى للبيت، لا أجد معنى للبيت في سياق القصيدة، إلا إذا أردت أن أتكلف وأقول لا هو لا يقصد هذا المعنى، يقصد معاني أخرى، ولكن هذا خلاف الواقع. لأننا إذا أردنا أن ندرس تاريخ القصيدة وتاريخ الواقع الشيعي، وهذا الذي كان موجودا آنذاك: وصونا لمجدك من أي ذال، إلا أن يكون المقصود أنه يريد أن يقول أني أصون مجدك مثلا عن المفتريات الموجودة في الكتب، إلا إذا كان يقصد هذا المعنى، يمكن أن يكون هذا. وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي، مبدعي يعني من البدعة، هذه الأبيات بمثابة فاتحة للقصيدة. الشاعر هنا يتحدث عن موقفه أمام سيد الشهداء وعن موقفه وهو في كربلاء، والقصيدة قرأت في كربلاء أساساً. هذه القصيدة حين نظمها الجواهري قراها في حفل في كربلاء، ألقاها في كربلاء: فيا أيها الوتر في الخالدين فذاً إلى الآن لم يشفعي. أنا لا أريد أن أذهب إلى ما في الروايات، فالجواهري أبعد ما يكون عن الروايات، لا أذهب إلى معنى ما جاء في سورة الفجر والشفع والوتر، وفسرت في سيد الشهداء، فسرت في أمير المؤمنين، لا أريد أن أذهب إلى هناك. الجواهري قطعا لا علاقة له بالروايات، وإنما يتحدث عن المعنى اللغوي، فالوتر هو المفرد والشفع هو الزوج، الشفع الاثنان والوتر هو المفرد، وإنما يقصد المعنى اللغوي، يقصد المعنى الأدبي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، نأخذ المعنى بالإجمال فهو جميل، أما بالدقة إذا أردنا أن نأخذ المعنى بالدقة العقائدية فما لآخرهم لأولهم، وما لأولهم لآخرهم، إذا أردنا أن نأخذ المعنى بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة، فهم نور واحد، طينة واحدة، ولكن المعنى الإجمالي معنى شعري إجمالي في باب المديح، إذا أردنا أن نراعي الدقة فالكلام لا يكون صحيحا، ولكن لأنه قول شاعر، البيت جميل جدا ويؤخذ في هذا السياق الشعر: فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي. العظة معناها واضح، الموعظة، والموعظة تعني العبرة. ويا عظة الطامحين، الطامحون هم الذين ينظرون إلى العلو أو ينظرون إلى الشيء البعيد وطمح ببصره، إما أن رفعه إلى الأعلى وإما أن نظر إلى أبعد نقطة يمكن أن يراها. ويا عظة الطامحين العظام، الذين يملكون مشاريع كبيرة وأهداف كبيرة، هؤلاء هم الطامحون العظام. ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، ويا عظة الطامحين العظام، هذه العظة لمن توجه؟
موجهة لهؤلاء اللاهين، للاهين عن غدهم، هؤلاء الذين يشتغلون بالسفاسف، الذين لا يملكون بعد نظر. من الذي يلهو عن غده، يلهو عن عاقبته؟ أنا قلت هذا الكلام لا علاقة له بسيرة الجواهر، وإلا إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على الجواهر في البعد الشخصي الكلام يكون بشكل آخر، ولكن هذه معاني، هذه حكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها أخذها. ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، الذي يلهو عن غده لا ينظر إلى غده، لا يملك نظرا. أساس الدين، إذا أردنا أن نتحدث عن الدين بعيدا عن الشعر، رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، عرف من أين وإلى أين، فهو لا يلهو عن غده. للاهين عن غدهم قنعي، القنع جمع لقانع، فهؤلاء مقتنعون بما عندهم، مشغولون بالذي بين أيديهم، لا يبحثون عما هو أبعد من ذلك، هم قانعون. وقد يشتمل المعنى القنع من التقنع، فهم مقنعون لا يرون شيئا، قنعوا أنفسهم بسفاسفهم وجهالاتهم، بقلة همتهم، بضعف إرادتهم. ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف. المفزع هو المخيف، والحتوف جمع لحتف، والحتف هو الموت. ولكن إذا أردنا أن نشخص المعنى بدقة، الحتف هو الموت الشديد، الموت المؤلم، الحتوف إشارة إلى الموت المؤلم. تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي. هذا يسمى في البلاغة يسمى جناس، الكلمات نفس الألفاظ ولكن المعاني مختلفة. مفزع ومفزع نفس الحروف، نوع من أنواع الجناس، وهذه مزوقات شعرية عادة للتجميل، لتجميل النظم الشعري. تعاليت من مفزع للحتوف، فأنت تخيفها، تخيف الحتوف، وبورك قبرك من مفزعي، يفزع إليه الخائفون. ففي الوقت الذي أنت تخيف الحتوف فإن الخائفين يتقاطرون، يتدافعون إلى مثواك العظيم هذا. تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي. قطعا المراد من الدهور هنا ليس الدهر الذي هو الزمان، وإنما المراد من الدهور المراد أبناء الدهر، أبناء الزمان. وإلا فالزمان ناشئ من حركة الأفلاك، الزمان من المعاني الانتزاعية التي تنتزع من حركة الأفلاك. وإنما الذين يصنعون الأفاعيل ويصنعون الحركات ويصنعون الأحداث هم الناس. تلوذ الدهور، الدهور بأحداثها، وأحداث الدهور بصناعها، وصناعها هم البشر، هم الناس. تلوذ الدهور فمن سجد
على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم. الثرى في لغة العرب تطلق على التراب بشكل عام، وإذا أردنا أن ندقق في اللفظة فإن الثرى في لغة العرب تقال على التراب الندي الذي هو تحت الطبقة الأولى من التراب بالدقة، إذا أردنا أن نشخص المعنى بالدقة. هناك ما يسمى بعلم اللغة وهو الذي يعطي المعاني الإجمالية، وهناك ما يسمى بفقه اللغة، فقه اللغة يعطي معاني تفصيلية وفقا للغة، فالثرى هو هذا التراب. أما إذا أردنا أن نتفقه في فقه اللغة فإن الثرى هو التراب الندي الذي هو تحت الطبقة الأولى. ومن الثريا إلى الثرى يقصدون العرب بهذا المعنى، يقصدون التراب الندي. شممت ثراك فهب النسيم، هذا النسيم هب من نفس الثرى، من نفس ثراك، فهب النسيم. ولكن أي نسيم هذا؟ هل هو نسيم شمالي؟ فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقع. أما البلقع فهي الأرض الخالية، الأرض الخالية التي ليس فيها شيء، لا فيها أعشاب، لا فيها حشرات، كل شيء لا يوجد فيها، لا توجد فيها أي حركة. فلذلك العرب ماذا تقول؟ تقول من أن هجم الموت على القبيلة الفلانية فترك بيوتهم بلاقع لا أثر فيها، لا حركة فيها، أو أن الظلم يجعل من الديار بلاقع، يعني أراضي خربة خالية لا شيء فيها. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي. لربما الشاعر يريد أن يقول من أن كل شيء سواك فهو بلقع، كل شيء سواك فهو بلقع، ولا يوجد أي أثر حسن جميل في كل ما سواك، فلا كرامة في كل هذه البلاقع. نسيم الكرامة جاء من ثراك فقط. لربما أراد الشاعر هذا، ولربما أراد الشاعر أن يقول من أن نسيم الكرامة جاء واضحا جدا لأنه لا توجد رائحة أخرى، فالأرض خالية ليس فيها شيء، فما شممت إلا نسيم الكرامة هذا. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي. ولا أعتقد أن الشاعر أيضا يتحدث عن آداب الزيارة، وإنما يتحدث عن انبهاره بهذا الطود الأشم، ولذا يتهاوى على ثراه. لا أعتقد أن الشاعر هنا يتحدث عن آداب الزيارة، ومن جملة آداب الزيارة في رواياتنا وأحاديثنا هو أن يقلب الإنسان خديه على القبر الشريف، وأن تضع خدك على القبر وأن تقلب خديك. لا أعتقد أن الجواهري يعبأ بهذه المعاني. وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى، وتفرى تشقق،
تفرى سال دمه تمزق، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي. عندنا صورة في أخبار المقتل الحسيني من أن سيد الشهداء صنع له وسادة من الرمل ووضع خده الشريف عليها مستريحا، لربما اقتنص الجواهري هذه الصورة. وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرع، لم يضرع، لم يصبه الهوان ولم يخضع. وحيث سنابك خيل الطغاة، السنابك هي الحوافر، وإذا أردنا أن نحدد المعنى بالدقة، سنابك الخيل هي النهايات الحادة لحوافر الخيل، بالدقة إذا أردنا أن نحددها فهي النهايات الحادة في مقدم الحافر، النهاية الحادة في مقدم حافر الفرس، حافر الجواد، يقال لها السنابك، جمع لسنبك، والكلمة ليست عربية. وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه، جالت أي غادية الرائحة، وهم هكذا صنعوا بالحسين. هؤلاء العشرة الذين انتدبهم ابن سعد هكذا صنعوا، أخذوا يروحون ويغدون ما بين غدو ورواح على الجسد الشريف. وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع. خلت لغويا من خال، وخال بمعنى حسب أو ظن أو زعم، ولكنه يبدو هنا يشير إلى الخيال، يشير إلى الخيال بقرينة البيت الذي بعد هذا البيت، وطفت بقبرك طوف الخيال. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع. بعد هذه البيانات التي تقدم ذكرها، القصيدة إذا كانت قصيدة لابد أن تشتمل على وحدة موضوعية، وإلا لا تسمى قصيدة، وإنما قيل لها قصيدة. العرب تقول لسبعة أبيات فما فوق قصيدة، أقل من سبعة أبيات لا تسميها العرب قصيدة، القصيدة تبدأ من سبعة أبيات فما فوق، فيقولون إن الشاعر في سبعة أبيات يستطيع أن يبين مقصوده، أن يبين قصده، وإنما يبين الشاعر مقصوده أو قصده إذا كانت هناك وحدة موضوع في القصيدة. فبعد هذه المقدمات الشاعر يريد أن يرسم هنا صورة من وجدانه، من وجدانه الذي أطلق له العنان في الخيال. كيف يستطيع الإنسان أن يتحرك في الخيال؟ لابد أن تكون عنده مفردات، وهذه المفردات يمازج بينها، حينئذ يستطيع أن يرسم صورة في خياله. فبعد كل هذه المفردات والمعطيات الشاعر هنا يجنح إلى خياله. وخلت وقد طارت الذكريات
بروحي إلى عالم أرفع وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع. أما الصومعة فهي المكان الخاص، قد يكون خاصا بالعبادة أو قد يكون خاصا بأي شيء آخر. أساسا كلمة الصومعة في لغة العرب كانت تقال للمكان الذي تحفظ فيه الحبوب، بالضبط السايلو الآن في زماننا، الأماكن التي تحفظ فيها الحبوب يقال لها صوامع، لأن هذه الأماكن عادة ما توضع فيها الحبوب وتطين لئلا تفسد الحبوب حفاظا عليها من الفساد، فتطين وتغلق. فالأماكن المغلقة هي هذه الصوامع، فيقال للمكان الذي يختلي فيه الإنسان بعبادته يقال له صومعة. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع. الملهم والمبدع هنا هو الحسين، والصومعة هو مزاره. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا هي يد الحسين من وراء الضريح، والضريح هو القبر، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، تلك يده. وذلك البدوي الذي حدثتنا كتب المقاتل عن بجدل، بجدل البدوي هو الذي قطع خنصر الحسين، خاتم الحسين كان في خنصره وقد تجمد الدم عليه، حاول أن يخرج الخاتم ما استطاع فأخرج خنجره فقطع خنصر الحسين. في الأخبار التي تحدثنا عن مجيء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لدفن الأجساد الشريفة، فبعد أن جمع جسد الحسين على بارية على حصير، الأسديون رأوا الإمام يبحث في الأرض عن أي شيء كان يبحث، كان يبحث عن خنصره الشريف، عن خنصر الإمام، كأن يدا من وراء الضريح حمراء، حمراء لأنها تخضبت بالدماء، وسيد الشهداء تخضبت يده بالدماء أكثر من مرة. كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع، الخنوع المهانة والمذلة، تمد إلى عالم بالخنوع والضيم، والضيم هو ما يصيب الإنسان من أذى الإذلال، حينما يذل الإنسان فما يصيبه من أذى الإذلال هو هذا الضيم. تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، الشرق الغصة، الغصة التي تعترض في حلق الإنسان هو هذا الشرق، وأما المترع فهو المملوء، حينما تأخذ قدحا وتملأ هذا القدح بالماء إلى النهاية يقال هذا قدح مترع، فقد أترع القدح ملأه بالماء بالشراب إلى نهايته، ويقال عن هذا النهر نهر مترع فقد فاض ماؤه على جانبيه. تمد إلى عالم بالخنوع، هذه اليد الحمراء التي
بتر خنصرها، هذه اليد ممدودة إلى عالم ما هو حاله؟ هذا العالم مترع مملوء، فاض خنوعه، فاضت مهانته، وفاض ضيمه، وفاضت ذلته إلى عالم ذليل. تخبط في غابة أطبقت، فهذا العالم يتخبط في غابة، المتخبط الذي يتعثر يمنة ويسرى لا يدري إلى أين يتجه. تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع. المكان المذئب الذي تكثر فيه الذئاب، والمكان المسبع الذي تكثر فيه السباع. تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع، لأي شيء؟ لتبدل منه جديب الضمير، هذه الضمائر الميتة. الجدب هو الحالة التي تعتري الأرض حينما لا ينزل المطر. عام جدب هو عام المجاعة، حينما لا ينزل المطر فليس هناك من زرع. عام لا تخضر فيه الأرض هو عام جدب. لتبدل منه جديب الضمير، هذه الضمائر الميتة، الضمائر المجدبة التي لا حياة فيها. لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب، المعشوشب هو كثير العشب. حينما تكثر الخضرة في مكان يقال لهذا المكان معشوشب. بآخر معشوشب ممرع، المكان الممرع الذي تكثر فيه الخضرة ويكثر فيه الماء. لتبدل منه جديب الضمير أن يدك هذه التي صبغت بنجيعك الأحمر، والتي مثل فيها فقطع خنصرك، هذه اليد ممدودة إلى عالم الضمائر فيه ميتة. هذه اليد تريد أن تبعث الحياة في هذه الضمائر الميتة، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع. هذه اليد تريد أن تنشئ حرما منيعا، مكانا آمنا لهذه النفوس. أية نفوس؟ وصفها: وتدفع هذه النفوس الصغار. وإنما تكون النفوس صغارا حينما تكون ضعيفة الهمة. كبر النفوس بكبر الهمة، وبعبارة أدق إذا أردنا أن نستعمل المصطلح الشرعي، كبر النفوس بكبر النية. النفوس كبيرة بكبر نيتها. ما المراد من النية؟ قل كل يعمل على شاكلته، في أحاديث أهل البيت قل كل يعمل على نيته. النية هي الحالة النفسية المسيطرة على الإنسان دائما، ما يمكن أن يعبر عن في زماننا هذا بالهاجس المستمر. هناك هاجس مستمر يسيطر على الإنسان، يحرك الإنسان، وإنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم. قطعا الجواهر لا تحدث عن هذه المعاني، وإنما هذه المعاني جاءت استطرادا في حديثي، وإنما يتحدث بنفس المضامين التي يتحدث مثلا عنها المتنبي. الجواهري في شعره يمثل انعكاسا واضحا عن المتنبي، ويمثل انعكاسا واضحا عن امرئ القيس.
من أكثر الشعراء الذين بصمات شعرهم واضحة في شعر الجواهري، امرؤ القيس من العصر الجاهلي والمتنبي من العصر الإسلامي. فنفس المعاني التي يتحدث عنها الشعراء ويتحدث بهذا اللسان، باللسان الشعري، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي، ثم يلتقط صورة، يلتقط صورة ويحاول أن يجري مقارنة بين هذه الصورة وبين سيد الشهداء، فكأنه كأن الشاعر هنا يبحث عن شيء، وهذا واضح من خلال الأبيات السابقة، يبحث عن شيء يريد أن يقرب صورة الحسين بهذا المثال. فأي مثال أخذ؟ تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي. لماذا أخذ الصاعق؟ الصاعق يعني الصاعقة، الصاعق والصاعقة هو نفسه. لماذا أخذ الصاعق؟ الصاعق عالي، الصاعقة عالية، الصاعقة منيرة، الصاعقة سريعة، الصاعقة مخيفة، الصاعقة لها صوت مهول، الصاعقة مؤثرة، إذا ما نزلت على شجرة فإنها ستتركها هشيما. كان يبحث عن مثال تتجمع فيه أوصافا نادرة، لذا وجد الصاعقة، ثم يقوم بعملية مقارنة بين هذا الصاعق الحسيني وبين الصاعقة الصاعقة، فيقول: تعاليت من صاعق يلتضي. أنت صاعق، تعاليت من صاعق يلتضي، فإن يلتضي يتوقت، الملتضي هو المتوقت، فهذا الصاعق نوره مستمر ليس كالصاعقة، الصاعقة تبرق ثم يذهب نورها، ما إن تحدث عملية التفريغ الكهربائي يذهب النور، ولكن هذا الصاعق، هذا صاعق مختلف، هذا الصاعق الحسيني يلتضي يتوقت، الملتضي المتوقت الذي لا ينقطع توقده وتوهجه. تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية، الداجية الظلام الدامس، فإن تدج داجية يلمعي، يزداد لمعانا، تأرم حقدا على الصاعقات، وأنت يا أيها الصاعق الحسيني تتأرم حقدا على الصاعقات. لماذا يتأرم؟ هذه العبارة بالدقة، هذا الذي تصطك أسنانه وتخرج صوتا عند الغضب، هذا هو التأرم، تأرم يعني اصطكت أسنانه وصدر منها صوت أثناء الغضب. فهو هنا أخذ هذه الصورة للحسين، استعارها استعارة، تعاليت من صاعق يلتضي، هو لا يتحدث عن صاعق كصاعقة الطبيعة، وإنما استعار صورة من ذلك الصاعق الطبيعي وأضاف إليها ما أضاف. تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي، تأرم حقدا على الصاعقات، فأنت أيها الصاعق الحسيني
في حالة غضب شديد على هذه الصاعقات. لماذا؟ لأن هذه الصاعقات لم تنئ ضيرا ولم تنفع. هذه الصواعق برغم ما عندها من المواصفات، جهة العلو، القوة، الصوت، القدرة على الإفناء، لكنها لا جلبت نفعا ولا دفعت ضرا. تأرم حقدا على الصاعقات، لم تنئ ضيرا، لم تنئ، لم تبعد ولم تنفع، ولم تبذر الحب إثر الهشيم. إذا افترضنا أن هذه المزروعات حينما نزلت الصاعقة وأحرقتها لأنها كانت فاسدة، إذا افترضنا هذه الفرضية، فلماذا لم تقم هذه الصواعق بأن تبذر الحب بعد أن حرقت هذا المكان؟ ولم تبذر الحب إثر الهشيم. الهشيم الأعشاب المحترقة، الأشجار المحترقة، أو التي تكون يابسة أساسا. ولم تبذر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرع. وفي نفس الوقت هو من خلال هذا العيب يشير إلى كمال وإلى حسن في ذلك الصاعق، من أن ذلك الصاعق حاله ليس كحال هذه الصاعقات. هذا الصاعق يبذر الحب إثر الهشيم. ولم تخلي أبراجها في السماء، وهذه الصواعق بقيت في مكانها، ليست مثلك أيها الصاعق حين هويت إلى الأرض جريحا. ولم تخلي أبراجها في السماء، ولم تأتي أرضا، ولم تدقع. تدقع يعني تتلطخ بالتراب، والأرض يقال لها الدقعاء، والدقعاء هي الأرض وهو التراب. ولم تقطع الشر من جذمه، من جذمه من أصله. ربما طال بنا الحديث بشكل سريع، سأطوي الكلام. ولم تقطع الشر من جذمه، الجذم هو الأصل، الجذر. ولم تقطع الشر من جذمه وغل الضمائر لم تنزعي. الغل هو الحقد، أن هذه الصواعق، صواعق الطبيعة بكل ما عندها من مواصفات عالية ما استطاعت أن تفعل هذا. ولم تصدم الناس فيما هم عليه من الخلق الأوضع، بينما هي تمتلك القدرة الهائلة على الإخافة والإرعاب. وهنا ينتقل إلى صورة أخرى، يريد أن يقول: إنني لا أريد أن أقارن فيما بينك وبين هذه الصواعق، تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع. قضية خارجة عن المقارنات. بعد كل هذه المقدمات فالقضية تتجاوز أن أقارن فيما بينك وبين الصواعق والطبيعة، تعاليت من فلك قطره على أي شيء يدور. ما قال يدور على محور، يدور على المحور الأوسع. هو المحور، المحور يكون ضيقا، ولكن محور الحسين هو الأوسع. المحور يعني المركز. فالشاعر هنا يقول: من أن مركز الفلك الحسيني هو كل الوجود. وهذا المراد الذي أفهمه، لا أدري هل أن الجواري يقصد هذا المعنى، ولكن يبدو من التراكيب اللغوية الموجودة في البيت تشير إلى هذا المعنى. تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع، يعني أن الكلام عن استعارة صورة الصاعق من الصاعقة الطبيعية، وأن نصنع صاعقاً جديداً هو الصاعق الحسيني بكل تلك الأوصاف التي مرت، هذا الكلام لا معنى له. أنت أكبر وأعظم من هذه المعاني. تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع.
ثم يصعد في المعنى إلى ما هو أوسع من ذلك مباشرة بعد هذا البيت، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. قضية تتجاوز كل الادعاءات، والادعاءات ليست محصورة بالعلم. الادعاءات يمكن أن تنطلق من العلم، ويمكن أن تنطلق من الظن، ويمكن أن تنطلق من الاحتمال، ويمكن أن تنطلق من الشك، ويمكن أن تنطلق من الوهم، ويمكن أن تنطلق من الخيال. الادعاءات لا يوجد لها حد معين. فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. بعبارة أخرى، لنجمع كل المعاني، فإن هذه المعاني داخلة في معناك يا حسين، كل المعاني. هذا البيت يريد أن يلغي جميع المعاني التي تقدمت في القصيدة من أولها إلى هذا المكان. فيبنى البتول وحسبي بها، تحضرني أبيات لشوقي، أحمد شوقي أمير الشعراء، ولا أدري ربما الجواهري نظر إلى هذا المعنى أو لا، هو عقيدته الشيعية هي التي دفعته أن يقول ما قال في هذه الأبيات. هناك قصيدة مشهورة لشوقي معروفة بالهمزية النبوية، وأعتقد ربما البعض منكم سمع بها أو قد يحفظ هذا البيت، بيت مشهور في أولها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. قصيدة طويلة تصل إلى 131 بيت، موجودة في الجزء الأول من ديوان شوقي من الشوقيات. الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة، الأبيات الثلاثة الأخيرة من قصيدة شوقي، يقول فيها مخاطبا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد، وحنت في الفلا وجناء. الوجناء الناقة. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد، وحنت في الفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن، آلك السمحاء خير الوسائل. من يقع منهم من الناس، من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. أما البيت الذي يأتي بعده فلا أدري كيف سأشرحه: ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي. هذا البيت أتركه، لا أدري في الحقيقة كيف أشرحه. ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. والبطين من أسماء سيد الأوصياء، والجواهري في دقة متناهية
ويبنى البطين بلا بطنة. والبطنة مرض، هناك مرض يقال له البطنة، والبطنة كظة حينما يمتلئ الإنسان بالطعام والشراب ويشعر بالاختناق، هذه الكظة حين يمتلئ جوف الإنسان بالطعام بالشراب بالغازات يقال لها كظة وهي البطنة. فالبطنة مرض والبطنة كظة بعد الامتلاء بالطعام. والبطنة تقال للتخمة، والبطنة تقال للشهوة العارمة في تناول الطعام، والبطنة تقال وصفا لصاحب الكرش. وعلي منزه عن كل هذه المعاني. ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزع. هذه الأوصاف التي تتحدث عن أمير المؤمنين وعن كبار البطن، هذه أوصاف معاوية هكذا كان في كتب التاريخ في أيامه الأخيرة. كان مع معاوية غلامان يحملان معه بطنه إذا أراد أن يقوم أو يتحرك، فحينما يخرج من بيته إلى مكان جلوسه هو يسير وأمامه غلامان يحملان كرشه. وتلك دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، والقضية معروفة في كتب التاريخ. ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. الحاسر هو الأبلج الذي مر ذكره في بداية القصيدة، تنور بالأبلج الأروعي. فالحاسر هو واسع الجبين، الجبين المشرق الناصع البياض، وهذا الذي يقال له حاسر. والحاسر أيضا في لغة العرب تقال للذي يخلو جبينه من الشعر. فهناك الأغم وهناك الحاسر. الأغم الذي تكون منابت شعره قريبة من حاجبيه، مساحة الجبهة تكون ضيقة، منابت الشعر تكون قريبة من الحاجب، في لغة العرب يقال له الأغم. وأما الحاسر هو الذي تكون جبهته خالية من الشعر. ويقال كذلك للشجعان العرب يوصفون بأنهم حاسرون لأنهم في المعارك لا يضعون شيئا على رؤوسهم، ما كانوا يلبسون شيئا على رؤوسهم، حتى لو كانوا يلبسون العمائم فحينما يحملون يلقون العمائم عن رؤوسهم ويدخلون إلى ساحة المعركة. ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. وأما الأنزع فهو الذي عنده نزعتان، والنزعة بالضبط هي هذه، المكان هذا يقال له النزعة. قيل له نزعة لأنه قد نزع الشعر منه، منزوع الشعر. أمير المؤمنين كان أنزع يعني يوجد بياض على جبهتيه، وهذا الأنزع لا يعني أنه لم يكن يملك شعرا على رأسه. ولذلك إذا تقرؤون في كتب الفقه أو في الرسائل العملية حينما يتحدثون عن الوضوء مثلا فيقولون هل أن النزعتين داخلتان في الوضوء؟ النزعتان لا تدخلان في الوضوء، وإنما الوضوء يبدأ من قصاص الشعر، من نهايات قصاص الشعر، فهذه النزعة التي تكون هنا وهنا هذه غير داخلة في الوضوء.
ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزع. وكانت العرب، وهذه ثقافة عربية، الجواهري شاعر عربي ومشبع بالثقافة العربية ويتحدث بأساليب شعراء العرب. هذه الأوصاف في ثقافة العرب كان العرب يتفاءلون فيها، فحينما يقبلون بحاجة على شخص بهذه الأوصاف يتوقعون كرم هذا الشخص، أن هذه الأوصاف يعدونها في كرام الرجال. ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزع، ويا غصن هاشم لم ينفتح. وهاشم، هاشم هو جدهم، هاشم هو أول من لقب بالقمر، هو وأبوه، ولقب العباس القمر أخذه من جده هاشم، هاشم هو القمر، وهذا قمر بني هاشم، فهاشم هو القمر. ويا غصن هاشم، المفروض هنا بحسب القواعد العربية ويا غصن هاشم مضاف ومضاف إليه، ولكن لضرورة شعرية فكسر بالفتحة، ويجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر، ولا المفروض بحسب القواعد ويا غصن هاشم، ولكن للضرورة الشعرية ويا غصن هاشم لم ينفتح، بأزهر منك ولم يفرعي. والغصن واضح، الغصن لابد أن يكون من شجرة، ولابد أن تكون هذه الشجرة مثمرة، وأنا وعلي من شجرة واحدة، تلك هي الشجرة، وسائر الناس من شجر شتى. ويا غصن هاشم لم ينفتح، بأزهر منك ولم يفرعي. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. والقصيدة وحدة موضوعية، لها مطلع وهو البيت الأول، ولها ختام وهو البيت الأخير، ولا بد أن يكون المعنى مترابطا. فأنت يا حسين أنت هذا الموضوع الذي يربط قصيدة الوجود، فهذا الوجود قصيدة. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، فأنت المستهل وأنت الخاتمة وأنت ما بينهما، أنت الواصل بين البداية والنهاية. بكم فتح الله وبكم يختم. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى، الورى الناس، الكائنات، الخلق، يسير الورى. الورى قد تطلق على بني آدم وقد تطلق على كل المخلوقات. حين نقول محمد خير الورى صلى الله عليه وآله، المراد من الورى الوجود، الكائنات طرا. يسير الورى، ولكن الحديث هنا يبدو عن الناس، يسير الورى بركاب الزمان، الزمان هو الذي يسيره. يسير الورى بركاب الزمان، وكأن الزمان هنا ملك والناس تسير في ركابه. قال أن الملك الفلاني سار وسار القوم بركابه، شريف القوم سار وأقرباؤه وأتباعه وأنصاره ساروا بركابه، فيقال أنصار الحسين ساروا بركابه. الركاب أساسا هو النعل، أو هو النعل الذي ينتعله الفارس وهو على ظهر جواده. يسير الورى بركاب الزمان، وكأن الزمان ملك يحكم الناس والناس تسير بركابه، هو يتحكم فيها. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم، المستقيم هو الذي يمشي مشية سليمة صحيحة، ومن أضلع، الأضلع هو الأعرج، من كان أعرج
أو كان يعوج في مشيته، يقال له الأضلع. الأضلع، هناك الأضلع بأخت الصاد، وهناك الأضلع بأخت الطاء. هذه الأضلع بأخت الطاء. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع. وأنت يا حسين تسير ركب الخلود، فهو الواصل من نشيد الخلود قبل بيتين. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع. وأنت أنت يا حسين تسير ركب الخلود، ما تستجد له يتبعي. أنت الذي تحرك كل شيء من حولك، أنت الذي تفتح الطريق لكل الذين يأتون من خلفك، وأنت تسير ركب الخلود، ما تستجد له يتبعي. قطعة من الحسين وقطعة صغيرة، فلذة من كبد الحسين، طفلة صغيرة هناك في خربة الشام تحت السياط والمهانة والإذلال، دفنت، لا زالت تلك القطعة شامخة تباكرها الوفود. رقية صلوات الله وسلامه عليها، رقية مثال حي تتحدث عن حياة هذا المنهج الحي. لنترك كربلاء ولنترك الحسين، رقية مثال وبرهان. ربما الكثير منكم زارها. المكان الذي فيه مزارها وقبرها أين؟ هل تعرفون ما اسم المحلة؟ هذه المحلة محلة الأمويين إلى اليوم. اسم هذه المحلة التي فيها مزار السيدة رقية هو هذا اسمه، محلة الأمويين. وهؤلاء أحفادهم، أحفادهم أحفادهم، فعلا أحفادهم تاريخيا. هذه المنطقة منطقتهم، وهؤلاء تاريخيا ينتسبون إلى الأمويين. هناك انتساب تاريخي. أنتم اذهبوا وسلوا عن كل تلك الرموز الأموية، هل لها من أثر؟ في وسط الأمويين قطعة من الحسين عليه السلام هي مصداق لهذه الأبيات. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع. وأنت أنت يا حسين تسير ركب الخلود، ما تستجد له يتبعي. كل هذه الصور التي مرت والتي ستأتي، وكل الصور التي رسمها الشعراء عبر العصور، وكل الآداب وكل الفنون، لا يمكننا أن نقايسها بتلك اللوحة التي لا يستطيع رسام أن يرسمها، ولا يستطيع شاعر أن يتحدث عنها حين
ارتفعت صيحات رقية في ذلك الليل البهيم، والقصة تعرفونها، وجاءوها بالطشت الذهبي الذي وضعوا فيه رأس الحسين، وقد وضعوا منديلا على ذلك الطشت. عم لا أريد طعاما، قالت بني ارفع المنديل وسترين أباك. ولما رفعت المنديل هوت على ذلك الرأس الشريف. أبا من خضب الشيب العفيف؟ هذه الصورة هل يستطيع رسام أن يرسمها؟ هل يستطيع شاعر أن يقرب لنا هذه الفكرة؟ أبا من قطع الرأس الشريف؟ أبا من خضب الشيب العفيف؟ أبا من أيتمني على صغر سني؟ السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.